الدراما السورية وتالي وياكم. لا لا تالي وياكم صدق، يعني صراحة أذيتونا، أذيتوا العالم وأذيتوا البشرية وأذيتوا الشرق الأوسط ودمرتونا، وإلى متى؟ إلى متى يا الدراما السورية؟ إلى متى؟ أكو لكم نهاية؟ أكو لكم حل؟ يعني بس أريد أعرف أحد يعني أسئلة ويجاوبني، أكو حل للدراما السورية لو ماكو حل؟ إلى متى هذا الإبداع؟ إلى متى هذا التميز؟ إلى متى هاي المصداقية بالتمثيل؟ أنتوا شنو؟ الممثلين السوريين أنتوا شنو؟ منو يقنعكم أنه أنتوا قاعد تمثلون؟ ترى والله تمثيل، هذا تمثيل. شهد الدراما السورية اللي كسرت الدنيا بهذا الموسم، طبعا هي كل موسم أنا أشهد، من أيام غزلان في وادي الذئاب، الولادة من الخاصرة، جميل وغناء، ما شعد 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 من الدراما السورية، شعد شعد باب الحارة وغيرها وغيرها وغيرها. شهل إبداع هاي السنة، تدرون أني لحد الآن دا أتابع 7 مسلسلات سورية وواحدة عراقية فقط، تدرون ولا مسلسل ثاني دا أتابع. شنو هذا المشهد مال باسم ياخور؟ شنو هالثنائي المخيف الرهيب العجيب، العمالقة ذولا اللي جامعهم بالعربة؟ شنو النار بالنار؟ ما أعرف شيء. أخيرا إلى آخره. طبعا أخيرا أنا مش شفتها، بس يقولون حلوة، بس هماتين يعني قصي خولي يعني سوري. I love you I love you. استمروا يا مبدعين، الدراما السورية رقم واحد بالشرق الأوسط، كنت ولا زلت وستبقي. مع احتراماتي لكل الدراما لكل الدول من ضمنهم بلدي، بس الدراما السورية متعتينا متعة هاي السنة. أنا صار لي يعني أنا 14 يوم بالعراق، وهسه صار لي تقريبا 10 أيام ورجعت. صراحة من رجعت لحد الآن أنا مدمنة مسلسلات سورية، ما اعرف شو اشوف من عندهم، ما اعرف. وحده احلى من الاخ، وحده احلى من الاخ، شقاق الجن تموت. شكرا مرتجي، لا رهيبه. زين اوكي، دول العمالقه القدماء، انتوا تجدد الاول مره ظهور، انتوا شنو هالابداع هذا اللي عندكم؟ ما اكثر يعني، ما اقدر احكي بعد اكثر، بس الدراما السوريه تبقين رقم واحد بالشرق الاوسط، وتبقين انت يعني انت الدراما اللي ممتعه كل الشرق الاوسط. تحياتي لكم وأحبكم كل هواية الشعب السوري. Love you too much.